بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللوقد وتنفرج به الكرب. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك، وأنعم على سيدنا محمد خير البرية الذي تنحل العقد والبلية بقراءة الصلاة عليه النارية وتفريجية وعلى آله وأصحابه اهل المنح السنيه اللهم انا قد حضرنا هذا المجلس العاطري الروائح والماطر المنائح وقرانا هذه الصلاه على نبيك العالي القدر والمدائح باذن صاحب هذا المحل في هذا المحفل العجل فتقبلها بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة فعافنا بحرمة هذه الصلاة المباركة الفاخرة ونسألك أن تفرج عنا الكرب والهموم والمحنة وَالْغُمُومَا وأن تبلغ بها مطالبنا وأعمالنا وتقبل بها أعمالنا وتفتح بها أقفال قلوبنا وتكهل بها بصارنا وبصائرنا اللهم حسن بها أخلاقنا ووسع بها أرزاقنا وطبل بها اعمارنا وعمر بها ديارنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واشرح بها صدورنا وطهر بها قلوبنا اللهم ربح بها ارواحنا وقدس بها اسرارنا ونزه بها أفكارنا وتقبل بها مناسكنا وأذكارنا اللهم عادم الأجر والثواب لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم مع جمع الأحباب وحقق له الرجاء والأمنية ولقاري هذه الصلاة السنية وسامعها وحاضرها راجي من حك الهنية اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأقاربنا وعشائرنا ومشايخنا وأساتذنا وتلاميذنا وأحبابنا وجيراننا ومن حضر في هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد العالمين. صلاة تهدينا بها إلى صراط المستقيم. وتجيرنا بها من عذاب الجحيم وتنعيمنا بها من نعيم المقيم يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته